حقوق الأندية المصرية، لأنه في أكتر من موقف فترة زمنية قليلة جدا وجدنا الاتحاد الأفريقي الحقيقة فيما يتعلق بالتعامل مع أندية أو منتخبات مصر بيكيل بميكيالين. عشان كده أنا بعتقد أنه تفاديا لأزمات تانية قادمة حتما لا محالة، الموسم ده الأزمة دي هي الأزمة الأولى فقط لا غير، احنا بس بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، ما بدأناش الموسم ودخلنا في أزمة مباراة سوبر الأفريقي. اللي مش فاهم إيه السبب أو إيه السر في تعنت الاتحاد الأفريقي وهو يعلم تمام العلم إن المنتخبات الأفريقية عندها ارتباطات سواء رسمية أو ودية تبع الأجندة الدولية في نفس التوقيت، إيه الحكمة في إنه يحدد ميعاد المباراة في يوم 15 علما بأن المباراة دي هتلعب في السعودية؟ يعني لو احنا بنمشي حسب النظام المعمول بيه طول عمرنا انه مباراة السوبر بيستضيفها ملعب بطل دوري الابطال يمكن ما كانش يبقى فيه مشكلة. اهلا وسهلا باشقائنا الجزائريين هنا في القاهرة، نستقبلهم ويشرفونا ونلعب معهم مباراة السوبر في استاد القاهرة بما انه الاهلي حامل لقب بطولة دوري الابطال. لكن الاتحاد الافريقي لاسباب كتير جدا منها رعاية ومنها توفير موارد الاتحاد الافريقي الى اخره اتفق انه المباراة تتلعب بره على اساس انه يعني يستفيد من وراء حدث، وخصوصا طبعا انه الاهلي بيشارك فيه. خدوا بالكم مشاركه الاهلي في البطولات المحليه او القاريه اللي بتتلعب بره حدود القاره مرتبطه بشكل كبير جدا او مرتبط نجاحها بشكل كبير جدا بمشاركه الاهلي المصري، وبدون مشاركه الاهلي المصري تفقد البطوله دي جزء كبير جدا من قيمتها ومردودها اللي بيعود على الجهه المنظمه وبيعود على الرعاه من وراه عشان نبقى واضحين. فالقصة أبدا مش قصة منتخب مصر وقصة النادي الأهلي، قصة اتحاد أفريقي. وبان في أكتر من مناسبة مع الأهلي تحديدا في خلال سنة ميلادية، مش هرجعك بتاريخ كبير جدا ورا، سنة أو سنتين، موسم أو موسمين، قصة عدم وقوفه في مساندة النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية اللي بيمثل فيها مش مصر ولا بيمثل فيها النادي الأهلي، بيمثل قارة أفريقيا، بيشارك في بطولة كأس العالم ممثلا لقارة أفريقيا، ورغم كده تم احترام رغبة الأجندة الخاصة بأندية العالم كلها إلا الأندية الأفريقية وإلا النادي اللي بيمثل قارة أفريقيا، وشارك الأهلي منقوصا عدد كبير جدا من لاعبيه الأساسيين الدوليين. مباراة الوداد المغربي الأولى كلاكيت أول مرة نهائي دوري الأبطال اللي اتلعبت من مباراة واحدة في المغرب للعام الثاني على التوالي، وأثارت شبهات كثيرة جدا ضد نوايا الاتحاد الأفريقي. مباراة الكلاكيت تاني مرة بقى الوداد الأخيرة نهائي دوري الأبطال الأخير اللي اتلعبت، مباراة الذهاب بتاعته في القاهرة ومباراة العودة بتاعته في المغرب. وكان مفترض أنه بعد مباراة الوداد دي بثلاث أيام منتخب مصر كان لسه الموقف مش واضح في تصفيات أمم أفريقيا، يعني كان لسه حسابيا أو رقميا مش ضامنين أنه منتخب مصر تأهل، فهي مباراة في منتهى الأهمية. وكانت المفترض المباراة دي تتلعب بعد مباراة نهائي دوري الأبطال بثلاث أيام. القدر لعب لعبته والوداد قدر يخرج. المباراة دي كانت بتتلعب على أرض مغربية، يعني هي كانت مباراة غينيا وكانت هتتلعب في المغرب. فيشاء القدر أنه الوداد يطلع سان داونز عشان لعبة الأهلي تفضل في المغرب وينضم لهم بعثة منتخب مصر وياخدوا اللقاء هناك. طب ماذا لو كان سان داونز هو اللي تأهل؟ كانت هتظل مباراة مصر وغينيا في المغرب والأهلي بيلعب مباراة العودة في جنوب أفريقيا، ومطالب أنه لعبته الدولية تسافر من جنوب أفريقيا للمغرب عشان تلعب بعد ثلاث أيام مباراة مهمة جدا في تصفيات الأمم الأفريقية. شيء لا يصدقه عقل، يعني فكرة أنه الاتحاد الأفريقي المعني والقائم على تنظيم البطولات الأفريقية الخاصة بالمنتخبات والبطولات الأفريقية الخاصة بالأندية يبقى فيه جزر منعزلة، وفكرة أو الحالة اللي بتوصل في النهاية وبتترجم عند جمهور الكورة في مصر وعند الأهلاوية بالذات بشكل يعني بشكل زيادة شوية إنه في تحامل من الاتحاد الأفريقي على الأندية المصرية وعلى النادي الأهلي، بقت فكرة بتترسخ يوم بعد يوم وموقف بعد موقف.